اهلا بكم من جديد، وبنرحب بكل اللي انضم لنا. ونحن زي ما عارفين في الكشكول الفني اللي بنتنقل فيه من مساحه للتانيه ومن زهره للتانيه في بستان الكبير اللي احنا بنحاول يعني نضع فيه كثير من اللمسات الابداعيه المختلفه، مرورا بالكاريكاتير حتى المسرح والفن في السودان حتى الوصول للشعر. احنا معروف انه احنا بيئه متنوعه وفيها كثير من المساحات اللي بتخلينا نكتب. التعدد في السودان بمختلف مناطقه والثقافات المختلفه، الحضاره السودانيه، يمكن حتى القضايا اللي بنشوفها في يومنا والتفاصيل اللي بنعايشها برضه بتدينا مساحه انه احنا نكتب شعر. ويمكن ما بين الشعر وما بين الطب البيطري والتفاصيل وما بين المناطق المحدده نحن بنسعد انه يكون موجود معنا دكتور محمد الهادي ادم الشاعر. اهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك يا استاذه، ومرحبا بكل الساده المشاهدين، واتمنى ان شاء الله نقدم يعني ماده جميله جدا عن الشعر ونكون نرضي كل الاذواق ان شاء الله. يعني ان شاء الله. انا قلت طبعا الطب البيطري باعتبار دكتور اللي هي كمقدمه، وبعد كده الشاعر الصفه اللي عرفناك بها، حنجي لاحقا حنتطرق للموضوع ده، لكن خلينا ندي المشاهدين بدايه النص افتتاح. اوكي جدا. روحي تصيح الان مثل الناعي، فتهزني حتى يغيب سماعي، وتضج بي كالجرح ينزف متعبا وأنا أصارع ظلمتي بشعاعي، وأزيل عن قلبي غبار خطيئة ظلت تردد أن يحين وداعي، فأسير كالقديس بعضي طاهر والكل يرجو عثرتي وخداعي، قد زرت أضرحة المنافي في دمي فخلعت من حزني علي نخاعي، ورحلت كالدرويش وجهي مجهد ويفيض من خدي دمع يراعي، فأقول للفرح المعلق كيف لي أن ألتقيك على ذرى الأوجاع، أم كيف تتسع المحبة كلما ضاقت على صدر النهى أضلاعي، لا شيء يقرأني كحرف شارد ينسل من جهتي ومن أصقاعي، لا شيء، والموال يعبر ضفة أخرى وينشدني بألف ذراعي، سأكون أجمل ما أكون كما أنا متخففا من فتنة الملتاعي، أطفو على ظهر الرياح سفينة تمضي إلى اللقيا بغير شراعي، متسلقا حبل الخيال فلا أرى إلا خرير الحرف في الأشياع، الشعر علمني بلوغ عروجه فلمست في شفتيه كل متاعي، وظللت محتشدا أحاور وحدتي وأدس بالقلق اللحوح صواعي، فلربما يوما سأغدو يوسفا حرا بكل جسارة ويفاعي، وأصير ممتلئا بجرح أسمر يمتد من أقصايا حتى قاعي، إن الجراح معارج نبوية تعلو بنا من فرطنا المتداعي، الآن أدركت الحياة فقل لها ماذا وراء سرابك الخداعي. يا سلام يا سلام يا سلام، أعتقد ما في افتتاح أحلى من كذا. شكرا لك. تسلمي كثير. التجربة الشعرية لأي شاعر بالضرورة بيكون فيها كثير من التشبع بمنطقة محددة، ببيئة محددة هو عايشة أو قعد فيها أو اتشرب بتفاصيل المختلفة، فما بالك أنه تكون هي كردفان، البلد المليانة بكل تفاصيله وبتعدده، واللي بتدي الإنسان زخم من حاجات ممكن تكون هي عندها تأثيرها العميق فيك، الأبيض وتأثيرها في دكتور محمد. والله الأبيض حقيقة هي ممكن واحدة من الأماكن المحببة للقلب جدا يعني، وممكن على الرغم من أنه أنا ما قعدت فيها فترة طويلة جدا بحكم أنه أنا تنقلت من
من حتات مختلفة يعني، لكن أعتقد أنه كان لها تأثير كبير جدا الفترة في نشأتك. أي في نشأة أكيد طبعا. أنا أعتبر أنه أي بيئة هي شاعر بحاول بقدر الإمكان أنه يكتسب الكثير من التفاصيل أو كثير من الـ من الـ من البيئات اللي هو بيعيش فيها يعني. فالوبيد بعتبر أنها هي واحدة من المدن اللي هي الثقافة فيها منتشرة بشكل رهيب جدا يعني، والناس هناك يعني قارئة بشكل نهي بشكل كبير جدا. ممكن الفترة اللي هي اللي كنت فيها موجود هناك بصورة مستمرة يعني، فأعتقد أنها هي كان عندها تأثير كبير وما أقدر أنكره أبدا يعني، والفضل كبير لها في الشعر يعني. جميل. ومن بعضها محطات مختلفة طبعا مرت بك، لكن المحطة دائما بتكون هي محورية في حياة الشعراء بصورة عامة ممكن تكون الجامعة، وخلينا نقول انه في وجهين لعمله يعني، مع انا ما عارف الكلام ده مدى صحته يعني. دائما الدكاتره بيقولوا انه هم مرهفين وعندهم مساحه كده شعريه، فبتلقى انه معظم الاطباء ممكن يكون عندهم الجانب الاخر، ممكن يكون هو متنفس بتطلعوا به من الزخم الموجود في الدراسه بصوره عامه، ولا هي موهبه اكثر من انها ممكن تكون متنفس بالنسبه لكم كشاعر. وخلينا نتكلم برضه عن كليه البيطره جامعه الخرطوم وعندها تاثيرها القوي عليك. طبعا دي نعتبر انه هي التأثير نمرة واحد في حياتي كشاعر. ممكن لانه انا بدايتي الشعريه بديتها هناك، كان اول مره اكتب شعر كان في جامعه الخرطوم في كليه الطب البيطري. فهي كانت ضربه البدايه. وممكن البدايه كانت برضه من منتدى ضد القوافي الشعري البيطري في الفتره ديك، وكان فيه رواد وشعراء يعني كان عندهم باع كبير جدا في الشعر خلال الفتره ديك. معروف مجتمع انه مجتمع شنبات هو مجتمع بميل للثقافه وبميل للادب وبميل للشعر. فانا اذكر انه يا اخ يعني ممكن شنبات كانت مليئه وزخمه كثير جدا بكثير من المنتديات الشعريه. بعدين الشنبات ذاتهم بيقولوا انها هي بتدي مساحات اكيد طبعا اكيد يعني الطبيعه في شنبات، التفاصيل بتاعت الهدوء الموجود فيها بتدي الطابع اللي بيخلي الشاعر يقدر يكتب فيه. اكيد اكيد. وبعدين في نفس الوقت كان ممكن الفتره ديك زي ما ذكرت قبل شوية انه يا اخي قرايه الطب البيطري ممكن واحده من القرايات الصعبه جدا، والواحد بيحتاج لمتنفس انه يطلع به بقدر ما انه هي الموهبه حاجه مهمه، لكن برضه صقل شيء مهم اكثر يعني. فانا اعتقد انه شنبات يعني اثرت فيني بشكل كبير جدا، ومدين الله بالفضل زيها وزي البيض واحد يعني. جميل. الان في الفتره الاخيره يمكن الشعب السوداني بدا في انه هو يستمع للشعر باذن مختلفه، باذن اكثر اثقاء، وبتقدر من خلالها يعني تتعرف على ادق التفاصيل الموجوده في الشعر وتتذوق بشيء من الشغف العالي. انا عاوزه اتكلم عن المساحات المختلفه اللي يمكن افردتها الحياه بصوره عامه، المنابر الثقافيه، المنتديات، كيف كان تاثير السوشيال ميديا على حياه الشعراء بصوره عامه، وكيف انها هي ادتهم مساحه اخرى من خلالها بيقدروا هم ينشروا عبرها كتاباتهم واشعارهم وقصائدهم ودواوينهم. والله ممكن احنا نعتبر ان احنا نفسنا جيل محظوظ جدا بالسوشيال ميديا. يعني ممكن في ناس كثير جدا بتعتبر ان السوشيال ميديا عموما هي ممكن تكون ما عندها فوائد كبيره، او ممكن هي تاخذ زمن كثير من العناية، لكن اعتقد انه استغلالها بشكل الامثل هو ممكن يوجه المواضيع بشكل او تاخذ شكل مختلف جدا يعني. فنعتبر انه الجيل الحالي ممكن كان محظوظ لانه قدر تنتقل له تجارب شعريه قديمه مثلا من فترات طويله، قدر تحصل عليها باسهل وقت ممكن يعني. ممكن الليله انت بس تدخل عن طريق تلفونك ممكن تقرا لاي شاعر انت ترغب، وممكن دي حاجه ما كانت متوفره مثلا في في في, في العصور الماضيه وكده. فانا بعتبر انه السوشيال ميديا كان لها اثر كبير جدا، ولا اثر برضه في انك تنتشر مثلا كشاعر وتجربتك تظهر للعالم بشكل كبير جدا وتكون واضحه يعني، يعني من اقصى البلاد لاقصى البلاد يعني. جميل. محمد نسمع، حتسمعنا شنو؟ جدا طيب. انا طبعا بعتبر انه اللغه العربيه عندها تاثير كبير جدا في حياتي. ف انا كان بتذكر كتبت نص عن اللغه العربيه في يوم العالمي. جميل. نقش على الريح. هبي على صدر الرياح ورفرفي، أين اتجهت يطل وجه المصحف، وتسيل للشعر الفخيم نبوءة قالت لروح الإصمعي أن اقطفي
من طرفك الوهاج تنبت بؤرة للضوء من فرط الجمال المترفي، ما زال يملأك المكان لطالما ملئ الشروح بحرفك المتلهف، ومجازك الوردي يسرح مترعا ينبي عن السر الذي لم يعرف، سر من اللغة القديمة لم يزل يسمو كنقش باذخ في المتحف، تمضين يا ولها اللغات جميعها سربا من المعنى القويم المرهف، يمتد من بحر الخليل قصيدة للجوهري بتاجه للأحرف، برؤاك تخضر السماء وغيمها تساقط المعنى بغير تكلف، وتطل أشجار الخيال تكثفت ينمو الكلام بصدرها المتكثف، لأراك في غار السؤال ربيبة رقص الزمان بشعرها المتصوف، أن اشتهيت من الأصالة مرفأ كان انتظاري خلف بابك موقفي. يا سلام يا سلام. دبوا اديني طوالي يا دكتور محمد، لانه اختلاف الذائقة السودانية بصورة عامة ما بين العربي الفصحى اللي بيعتبروا يمكن المجتمع هو مساحة للصفويين في المجتمع والفئويين بصورة كبيرة، وما بين الدارج اللي ممكن معظم الناس هي بنلقاها بتجد فيها نفسه، يعني ممكن أي شخص تقول له قصيدة بالدارج بيلقى نفسه في بعض الأبيات الشعرية وبين القصيدة بصورة عامة. الاختلاف عند الشاعر ما بين العربي الفصحى وما بين الدارج. والله طبعا في الحقيقة أنا ما بتفق مع الرأي ده تماما، يعني إنه اللغة العربية هي اللغة بتاعت صفوة وكده. ممكن على مدار التطور التاريخي للغة العربية على مدى السنين المختلفة والشعر تحديدا، الشعر أو الشعر تحديدا، بعتبر إنه يا أخ الذائقة بتختلف، الذائقة اللغوية عند المتلقي هي بتختلف من شخص للآخر. الشعر هو ممكن يكون عنده يعني مثلا لو مسكنا مثلا الشعر مثلا في الفتره بتاعه العصر الجاهلي، هو كان يعني كان متاح وكان مفهوم في الفتره دي وفي ذلك العصر، لانه المتلقي كان واعي بحجم المفرده، حجم اللغه، حجم التركيب. فنعتبر انه الناس الفتره الاخيره بقت بعيده جدا عن اللغه العربيه، حتى الشعراء يا دكتور محمد. أيوة يعني ما قطع على كلامك، لكن بنلقى انه حتى الشعراء هم كانوا وقتها متملكين لنواصل اللغه العربيه بمختلف مساحات. الان ممكن الشاعر يلقى صعوبه في كتابة اللغة العربية لمفرداتها، للتفاصيل الموجودة فيها، للكلمات. حتى ممكن تكتب لغة عربية فصحى ويقول لك ده معناها شنو الكلمة دي، احنا ما عرفناها. فممكن هي برضو تكون صعوبة عند الشاعر، ولا العربي الفصحى والدارجي هم سيان عندهم؟ والله يا أخو ممكن الشاعر لأنه بيكون في حالة بتاعت اطلاع دائم يعني، وهو ممكن يكون، وما في شاعر ما بيكون يعني شاعر بيكون قارئ نهم يعني، فهو كثرة الاطلاع بتخليه هو ملم بتفاصيل اللغة، ملم بتراكيبها، ملم حتى بأدواتها. يعني الشعر حتى هو عنده أدوات يعني تختلف، ضروري أنك أنت تكون مدلما تسقل بها التجربة بتاعتك والموهبة يعني. فبالتالي بتلقى أنه هو ما بعتقد أنه هيعاني صعوبة طالما أنه هو قارئ يعني. بعد ذاك شكل القصيدة ممكن يطلع كيف بيختلف يعني، بتلقى أنه في ناس بيكتبوا دارجي وفي ناس بيكتبوا فصيح في نفس الوقت. يعني هو ده بعد ذاك انه شكل الانتاج بيطلع في قالب مثلا بتاع فصيح او في قالب بتاع عامي، وده طبعا بيختلف حسب يعني حاله الشاعر وحسب الغناء، هو بيحدد الحاجه دي. بالضروره يعني يكون في تخصصيه في الشاعر يا دكتور محمد؟ والله ما انه انت شاعر بس متخصص في الفصحى او شاعر بس متخصص في الدارجي؟ والله ما بالضروره، لكن انا افضل انه يعني لو هو بقى متخصص فبكون افضل لمزيد من الإجادة ومزيد من انه تظهر بشكل مختلف يعني وكده يعني. جميل. مساحة أنا عاوزاك في الختام هي تدينا لكل الناس اللي بيتابعوك، يمكن الشعراء المتذوقين للشعر، المحبين للشعر بصورة عامة، ورسالة أخيرة لمن وما فيها. والله رسالة أخيرة ممكن نكون لكل الشباب، يعني أنه يا أخي ما يبتعدوا عن اللغة عموما، ويظلوا يقروا بصورة أول بأول، باعتبار أنه يا أخي القراءة هي المخرج الكبير. أنا بعتبره أنه حتى مخرج لنا في السودان بالمناسبة يعني، لأنه أنا أعتبر أنه الثقافة متجذرة حتى في 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 مجتمعنا السوداني بشكل كبير جدا، فبالتالي هي مخرج كبير يعني. فنصيحتي مثلا أو رسالتي لكل الشباب يعني أنه
حاولوا بقدر الامكان انكم تكونوا قارئين نهيمين جدا، لانه القراءه بتغير من الانسان بشكل كبير جدا. واحنا عاوزين هسه مساحه اخيره من قراءه شعريه. اكيد. طيب ما في مشكله، نسمع. يوما سيبدأني الحنين كبسملة، ويمد لي ظمأ لأشرب أوله، وسيترك التفاح لي إغواءه لأجر ظلي في الظلام لأقتله. وجع ممل والقصائد رثة، وأنا محاط بالتشظي والوله، إذ كلما لمعت عيونك في غدي يشتد بي درب النوى ما أطوله، ويمر بي حزن تعلق في دمي كي ما يشكل في الدواخل جدوله، وتسير بي هذه الخطى كنبوءة سقطت على قلب الفؤاد مزلزلة. للحب يا ليلى سماء سابع، وأنا بحبك أرتقي في المنزلة، في كل ليل أرتديني شاعرا ثملا يطارده المدى بالأسئلة. يمتصه وجع الحياة كطائر يمضي، وأبخرة الضباب مجلجلة، ويدور والدنيا تعلق كفه بالريح والمنفى ونار الأخيلة. ما زلت يا سمراء مذ لوحت لي، ويداك ترتعشان مثل السنبلة، وقوافل الدمع العتية غادرت مدن الغمام إلى الزوايا المهملة. ما زلت والأحلام مرهقة الخطى، أمشي على جمر الأنين لأشعل، وأظل أضحك والبلاد حزينة، ما عاد حزن في البلاد لنكمله. سأمر يا ليلى كآخر نجمة منحت بطولتها لدرب البوصلة، سأمر منسيا وكفك في يدي بيضاء من فرط الأمان المستلة، وسأعبر النفق الأخير بظلمتي لأتوه عما خانني أن أحمله. يا سلام يا سلام، دي خير ختام. دكتور محمد الهادي آدم الشاعر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا أمل، شكرا لكل السادة المشاهدين، واتمنى انهم يستمتعوا باللقاء وبالاشعار التي القيت. يعني اكيد احنا كمان استمتعنا يعني بالتفاصيل الجميله، وبنغوص طبعا في النصوص بكل جمالياتها المختلفه. لك تحيه دكتور محمد، وكمان لكل متابعينا، ونحن لسه مستمرين معاكم من خلال فقراتنا المختلفه.